الطبيخ. إيش الآن المتباينات المركبة بمتغير واحد، المتباينات المركبة بمتغير واحد. بالرجوع إلى ذات الأرصاد الجوية، كانت درجات الحرارة حرارة طقس في عمان في شهر كانون الأول في عام 2013 تراوح بين 10 و 18 درجة مئوية. المتباينة راح تكون بهذا الشكل، أكبر أو تساوي 10، أقل أو تساوي 18. مرت علينا الفكرة كثير، وهذه سميناها متباينة مركبة بمتغير واحد، لأنه ما عنديش إلا سين، وهي دمج متباينتين خطيتين. المتباينة الأولى أنه سين أكبر أو يساوي 10، والمتباينة الثانية سين أقل من أو يساوي 18. هذول المتباينتين دمجناهم فكتبناهم بالصيغة اللي إحنا شايفينها قدامنا. إذا المتباينة الخطية المركبة هي متباينتين أصلا، لكنهم اندمجوا صاروا في متباينة واحدة. لأن كيف نحل متباينة مركبة؟ يلا نأخذ هذا السؤال. يلا الآن كيف نحل هذه المتباينة؟ إحنا هدفنا صراحة في حل هذا النوع من المتباينات أن نجعل سين في النصف لوحدها، تكون سين فرغها لوحدها. فراح نمشي على العمليات الحسابية اللي متعودين فيها في حل المعادلات، إن بدنا نضيف 1 و2 بالعشرة لكل الأطراف هالمرة، مش للطرفين. بنضيف 1 و2 بالعشرة على اليمين، 1 و2 بالعشرة على اليسار. وبنسوي يلا هسا سالب 1 و8 بالعشرة زائد 1 و2 بالعشرة، العددين مختلفين في الإشارة، إذن الإشارة راح تأخذ على اللي مطلق وأكبر، اللي هو سالب 1 و8 بالعشرة مطلق وأكبر، إذن سالب. ونطرح 1 و8 بالعشرة ناقص 1 و2 بالعشرة بيطلع 6 من 10، إذن سالب 6 من 10. إذن هاي راح تصير سالب 6 من 10 أقل من 2.5 سين، لأنه هاي راح تصير صفر، أقل من أو يساوي، شوف اللي فيها أقل من حطيتها أقل من، اللي فيها يساوي حطيت فيها يساوي. الآن راح أجمع 1 و2 بالعشرة زائد 8 من 10، 1 و8 بالعشرة، 2 زائد 8 10، من عيد التسمية بيطلع 3، إذن 3 صحيح. الآن بدي أقسم على 2.5 الطرفين أو كل الأطراف عفوا، مش الطرفين. ولما أقول أقسم أو أضرب بدك تنتبه، هل أنت بتقسم على عدد موجب ولا على عدد سالب؟ لا، بقسم على عدد موجب. هون إذا قسمت على عدد موجب المتباينة لن تتغير، ستبقى محافظة على شكلها. إذا راح تصير هيك، سالب 6 من 10 على 2.5 أقل من سين أقل من أو يساوي 3 على 2.5. تبقى علينا بس عمليات الحساب. يعني هون بنضرب في 10 البسط و10 في المقام، بصير سالب 6 على 25 أقل من سين أقل من، أضرب هون في 10 كمان بطلع 30 على 25. إذا حبينا نتركها بكما هي، الآن بس ضايل يمثل على خط الأعداد، هاي خط الأعداد، فهون راح يطلع عندي سالب 6 على 25 مفتوحة لأنه ما في يساوي عند هاي الجهة، وهون مغلقة عند 30 على 25 راح تيجي مغلقة، وأنا بدي الحل الذي بينهما. إذن هي مجموعة الحل، أي عدد ضمن هذه الفترة هو حل لهذه المتباينة. يلا ننتقل على السؤال اللي بعده. يلا بنفس الآلية، إحنا متى بنخاف؟ لما نقسم على عدد سالب أو نقسم أو نضرب في عدد سالب تنقلب المتباينة. رح نأخذ مثال هسه مغاير لهذول، بس خلنا نحل هذا بالأول. يلا الآن نضيف 2 لكل الأطراف، بيطلع عندي هون سالب 14 أقل من 2 سين أقل من 18. ضفت 2 ضفت 2 ضفت 2، يلا نقسم على 2، شوف عدد موجب ما في مشكلة، سالب 14 على 2 بيطلع سالب 7 أقل من سين أقل من 9. إذا مجموعة الحل راح تكون بهذا الشكل، من سالب 7 إلى 9، هون دائرة مفتوحة وهون دائرة مفتوحة، فترة مفتوحة يعني، وما بينهما. طيب خلينا نغير مثال من عندنا هيك في صعوبة شوية، رح نكتب نفس المثال هذا بس رح نغير شغلة صغيرة. سالب 16 أقل من 2 ناقص 2 سين أقل من 16، إشي زي هيك. طيب خلنا نشوف شو بيصير معنا. نفس الشيء نطرح 2 من كل الأطراف، سالب 2 سالب 2 سالب 2، رح يطلع عندي هون سالب 18 أقل من سالب 2 سين أقل من 14. هذا لحد الآن الأمور تمام، جمعنا سالب 2 لكل الأطراف. الآن بدي أقسم على سالب 2، بدي أقسم على سالب 2، بدي أقسم على سالب 2،
مجرد ما قسمت عسالب اثنين على طول المتباينات شو بصير فيهم؟ بينقلبوا. إذا هاي بصير تسعة، هاي بصير سين، هاي بصير سالب سبعة. تغير الحل تماما أو انقلبت الحل تماما. يلا حل هذه المتباينة. يلا نضيف سبعة للطرفين، لكل الأطراف عفوا، سبعة لكل الأطراف، فبطلع عندي هون ستة، لأنه سالب واحد زائد سبعة ستة، أربعة سين، هاي صفر صارت أقل من ثمانية. قسم على أربعة بصير ستة على أربعة أقل من سين أقل من ثمانية على أربعة. إذا يعني هي يعني الواحد يعملها، يعني هاي عبارة عن ستة على أربعة اللي اختصرها على اثنين فيها ثلاث على اثنين فيها اثنين، يعني ثلاثة ونص، يعني واحد ونص، أقل من سين أقل من اثنين. نعمل خط أعداد، إذا هي راح تكون بين واحد ونص واثنين، مفتوح مفتوح وما بينهما. لو واحد منهم مغلق بسكر اللي هو الجهة المغلقة عنده. يلا حل المتباين. هاي مشكلة شوي. هنا المشكلة إنه السين موجودة هون وموجودة في النص وموجودة على الطرف هذا، فكيف بدي أحل هذا النوع من المتباينات؟ لما يكون عندي سين في كل الأطراف بقسم المسألة إلى قسمين، يعني هذا المسألة اللي يجب أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول راح أكتبه هيك، اللي هو سين ناقص ثلاث أقل من خمسة سين زائد أربعة، وبحلها كأنها مسألة، يعني بأخذ الجزء هذا لوحده وبحله كمسألة، أو أيوة أو تعني اتحاد مش تعني التقاطع، مش المنطقة المشتركة، بدي هاي أو هاي، أي واحدة منهم صح. الثاني خمسة سين زائد أربعة أقل من سين زائد اثنين. الآن مثل ما تعلمنا سابقا نحط السينات في طرف والأعداد في طرف، فلو نقلنا السين لهون بصير عندي والأربعة لهون بصير سالب أربعة سالب ثلاث أقل من خمسة سين ناقص سين، يعني أربعة سين أكبر من سالب سبعة، يعني سين أكبر من سالب سبعة على أربعة. هاي أول واحدة خلصنا منها. أو يلا الآن جيب السين لهون وجيب الأربعة لهون، بصير خمسة سين ناقص سين أقل من اثنين ناقص أربعة، يعني أربعة سين أقل من سالب اثنين، يعني سين أقل من، ما في انقلاب للمتباين لأن تقسم على أربعة، أنا سالب اثنين على أربعة اللي هي يعني سالب نص، بدل ما هي سالب اثنين على أربعة بقدر أكتبها سالب نص، هو مش فارقة يعني إيش بتكون القيمة. الآن لما أجي بدي أمثل منطقة الحل إيش بسوي؟ بعمل خط أعداد، بمسك هاي اللي هي سالب سبعة على أربعة، هاي سالب سبعة على أربعة، سالب سبعة على أربعة يعني قديش؟ لو هيك نحسبها يعني بيطلع فيها واحد، يعني سبعة تقسيم أربعة، أنت هيك لك تسويها عشان تفهموا إيش بسوي أنا. سبعة تقسيم أربعة فيها واحد، واحد في أربعة أربعة، والباقي ثلاث، واحد وثلاث أرباع، سالب واحد وثلاث أرباع، سالب نص رح يجي على يمينه لأنه أكبر منه. كويس، إذا ترتيب الأعداد تعرف أنت مين رح يجي على يمينه ومين رح يجي على يسار. الثنتين رح أحط عليها المفتوح لأنه ما في يساوي. كويس، الآن مثل المنطقة، خلينا نلون باللون الأصفر بالأول، المنطقة التي تمثل سين أكبر من سالب سبعة على أربعة، يعني هاي المنطقة اللي أكبر، أكبر حكينا على اليمين بتكون، لأنه أنا بقرأ كيف؟ بقرأ من عند سين. إذن هاي المنطقة الصفراء هي منطقة حل المتباينة الأولى. خلينا نلون بالأخضر المنطقة الثانية اللي هي سين أقل من سالب نص، اللي هي هاي المنطقة. هو احنا بدنا ايش؟ احنا بدنا المنطقة مش و مش او، اسف، احنا كل كلامنا ترى كان لازم يكون و، لانه هو بده المنطقة المشتركة، اذا بده التقاطع مش الاتحاد، بده التقاطع عفوا. اذا في هاي الحالة راح يكون مجموعة الحل هي الفترة المفتوحة من سالب سبعة على اربعة وسالب نص. هيك بتكون انتهت المسألة. إذا أخذنا المنطقة المكررة اللي هي منطقة الحل المشترك، إذا مش المنطقة بس الموج يعني واحدة منهم، لا بدنا الثنتين. يلا كمان مثال، أعطونا هذول يعني أفكارهن تقريبا متشابهة. هنا نفس الكلام، راح أخذ حل المتباينة بنفس الطريقة. يلا أول شيء بطلع على هذول الثنتين مع بعض، المتباينة هاي مع بعض، اللي هي 2 سين ناقص 1 أقل من 3 سين زائد 1 و
ثلاثة سين زائد واحد أقل من سين زائد واحد. وبنمشي على نفس مبدأ حل المعادلات، نفس طريقة حل المعادلات. جيب اثنين سين للطرف اليسار وجيب الواحد للطرف اليمين. فبصير هون ثلاثة سين بتظلها زي ما هي، ناقص اثنين سين لأن نقلناها، أكبر من سالب واحد، وهون راح نجيب الواحد راح يكون زائد سالب واحد. فبصير عندي سالب اثنين أقل من سين، يعني كأنها سين أكبر من سالب اثنين. مدام ما في يساوي بتكون بظلها بدون يساوي، إذا هاي حل المتباينة الأولى. يلا اللي وراه ننقل السين لهون ونجيب الواحد لهون، راح يصير عندي ثلاثة سين ناقص سين أقل من واحد ناقص واحد، يعني اثنين سين أقل من صفر، قسم على اثنين يعني سين أقل من صفر. هاي حل المتباينة الثانية. الآن شو بنجي بنسوي؟ بنعمل خط أعداد، نعمل خط أعداد عشان نمثل المتباينتين معا. هاي عملنا خط أعداد. يلا بنحط السالب اثنين وبنحط الصفر، الثنتين بدهن دوائر، هاي سوت لهن دوائر. يلا خل نلون المنطقة الصفراء بدنا اياها لهاي، سين أكبر من سالب اثنين يعني بدي أخذ هاي المنطقة، أكبر من يعني كل هاي. المنطقة الخضراء حل المتباينة الثانية اللي هي سين أقل من صفر، يعني بدي أختار هاي. الآن وين المنطقة اللي تكرر فيها اللون؟ اللي هي الفترة المفتوحة من سالب اثنين إلى صفر. انتهى حل المتباينة.